العراقيش النساء نسبيا يشتغلن في واحد جوج ولا ثلاثه د المعامل اللي ذكرتهم، والرجال باغيين يشتغلوا ما لقاوش فين. لم يكن هناك خطاب اتكاليه خصكم ديروا لنا، كيقول خصنا نخدموا، حنا باغيين نخدموا ما لقيناش فين. وهذا في حد ذاته واحد التصور مقاربة إيجابية جدا. 100 يوم 100 مدينة، البرنامج يحط بمدينة العرائش مجموعة ديال مواطنات مواطنين مختلف الفئات الاجتماعية، شباب نساء رجال، مجتمع مدني. كنحاولوا باش نناقشوا الاشكاليه ديال مدينه العرائش، كيقدموا فيها بعض الاكراهات اللي كتعيشها مدينه العرائش، وفي نفس الوقت كيتقدموا بواحد مجموعه ديال المقترحات الحلول. ما اثار الانتباه ديالي ان مجموعه ديال الشابات والشباب بالخصوص عندهم تطلع لواحد الغد افضل، لديهم اقتراحات جد مهمه ينقصهم فقط التأطير والدعم من أجل إحداث مقاولات ذاتية، استغلال ما تتوفر عليه مدينة العرائش من طاقات طبيعية كالبحر كالفلاحة، حب الانتماء إلى هذه المنطقة. هذه هي الخصوصية ديال النقاش ديال اليوم، والقافلة يعني تتقدم اليوم بعد ما مرات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عملنا القصر الكبير العرائش الشفشاون الحسيمه، يتبين بان هناك واحد الافق، واحد المجتمع يتحول يتحرك نحو الاحسن. كما كتلاحظوا انتم كتشوفوا ما كاينش موائد كما يدعي البعض، كاين موائد مستديره ديال النقاش بهدوء، الناس بعقلهم كيناقشوا المستقبل ديالهم والواقع ديالهم. التجمع الوطني الأحرار من خلال هذه المقاربة قلب المعادلة ديال الخطاب إلى معادلة أو مقاربة أخرى مختلفة تماما، مرتبطة بالاستماع، الاستماع ماشي غير المشاكل كذلك إلى الحلول. وحنا كنتقدموا في هذا البرنامج إن شاء الله غادي نخرجوا بالخلاصات اللي غادي نعنوا عليها في الوقت المناسب. فاليوم نحط الرحاب بمدينة العرائش بعد 3 أقاليم، اليوم جينا باش نستمعوا كذلك لإشكاليات ومشاكل ديال الإخوان اللي كيعيشوا في إقليم ديال العرائش. ففي الجول يعني حاولنا نجولوا، حاولنا نتلاقاو مع بعض الإخوان ديالنا في المائدة المستديرة، فحاولنا تقريبا هناك مجموعة من المشاكل القطاعية اللي هي كبيرة واللي كتعرفوها كإشكالية القطاع الصحي، قطاع ديال التشغيل، وكذلك قطاع التعليم. ففي ظل هكا كان معنا كذلك هناك قطاع آخر اللي حاولنا نلمسوه، هذا يعني حاولنا نتواصلوا مع الإخوان المهنيين التجار اللي كانوا اليوم كيتواجدوا معنا في هذه القاعة هذه، واللي كيشكروا هذا المنبر هذا. كنشكر تاينا السيد رئيس الجماعة السي حسيسن اللي حاول باش يعمل واحد العمل اللي هو جد مهم، وعمل كيف احتواء ديال الباعة الجائرين أو الباعة المتجولين في واحد السوق اللي كيفوق 1000 شخص. فهاد الإخوان هادو هناك بعض الملاحظات داخل هاد الأسواق واللي جلسنا باش نستمعوها، واللي تا السيد الرئيس استمع لينا واللي غنواكبوه مع إن شاء الله في هاد القطاع. كانت كذلك قبل ما نجي اليوم هاد 100 يوم 100 مدينة استمعنا من بعض الإخوان اللي عندهم بعض الإشكاليات في التشغيل، وفي كيفاش يمكن بلوغو بعض المناطق الصناعيه اللي كنعرفوا بان اليوم هذه المنطقه هي منطقه تحد منطقه فلاحيه، فكيف يمكن نعرفوا نجعلوا هذه المنطقه هذه وهذا الاقليم هذا يعني واحد البلاتفورم اندستريال ديال لاكرو اليمونتير. فكنظن بان هناك امكانيات مهمه اللي يمكن في هذا الاقليم اللي تقدر تواكب هذا القطاع، هذا قطاع فلاحي واللي يتحول قطاع صناعي كذلك من منتوجات فلاحيه لمنتوجات صناعيه.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.